مؤسسة الشروق الإعلامية وعمو يزيد حريصين أنهم يكونوا قرب من الأطفال وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن اليوم راح يكون حفل كبير وانطلاقة لجولة وطنية كبيرة راح تخدنا لأول مرة لمناطق عديدة بعيدة، مثلا سور الغزلان، مدينة توقرت، مدينة عمرية، مدينة العلمة، مدينة حمادية، فرج بعريريج. يعني احنا حاولنا كيفاش نزوروا هاد الأطفال والأطفال الأخرين، نقولوا لهم ما يزعفوش رانا جايين، وحنا رانا موجدين لهم بزاف مفاجآت مع عمو يزيد في القافلة، وراح نجول عندكم إن شاء الله كامل. نوجه لكم تحية خاصة من عند بينغو الكلون. شوف عمو يزيد وأنا فرحان بزاف بهذا الحفل. أنا نحب عمو يزيد.